الله معكم على بركة ستنا مريم مجتمعين. اليوم رحلتنا رح بتكون بالجليل. ليش؟ لأنه من هونيك ابتدت القصة، ومن هونيك ابتدت الرسالة، ولهونيك نحن بنرجع كل يوم بصلاتنا. السيدة مريم العذراء من الناصرة إلى العالم، هي المثال، هي القدوة، وهي رمز القيم. نحن اليوم أنا وأستاذة تراز عون رح بنروح ونجوب البلاد تنكون سوا عم نشهد لمريم العذراء أنه هي اللي حملت الخلاص، تنحنا نكون على عبرة أنه إذا ما تمسكنا فيها مش رح بيكون أبدا مشوارنا فيه خلاص. الله معك أستاذة تراز. الله معك فادية. الله معكم ضيوفنا. الله معكم مشاهدينا على خطى مريم. بدنا نمشي اليوم مع دكتور نبيل أبو نقول. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك. بالأدب العربي ودكتور في الميتولوجيا ودكتور في الحضارات القديمة، يعني مزيج من الماضي والحاضر. أهلا وسهلا بالأستاذ سليم علاء الدين الشاعر والممثل، وضيوفنا مع الأستاذة فادية من الجنوب. اليوم غيل برياح الجنوب على حلقتنا. ولا مرة نحن بنحكي في حدا غلب الهوى، هوى مريم، ومريم هي اللي بتلم وهي اللي بتحضن. نحن اليوم رح نكون تحت عبايتها تنمشي سوا درب درب القداسة، ونتعلم كيف الصبر وصل للخلاص وللقيامة وللبقاء الأبدي. دكتور رح بلش مع حضرتك بمشوارك من اللغة العربية إلى الميثولوجيا وعلم الأثار وقصتك مع مريم العذراء. رح نحكي تفاعلك الشخصي، كيف بلش حتى كنت أنت ابن الجليل ابن الجنوب متعلق ومتيم بمريم العذراء وابنة يسوع المسيح. نحن لأننا أولاد الجنوب، ولأنه الجنوب هو جزء مهم جدا من الجليل، تلقائيا في علاقة روحانية ما بين أبناء الجنوب وما بين مريم العذراء وما بين المسيح، لأنه قضوا معظم حياتهم بالجليل وتجولوا بكل أراضي الجليل بما فيها الجليل، القسم اللبناني من الجليل. فهالمرحلة المهمة من حياة المسيح ومريم العذراء بالجليل هي اللي بتخلي أبناء هذه الأرض يصير عندهم ارتباط بأرضهم، وكل إنسان موجود بهالمنطقة هذه لا شعوريا وكأنه القداسة وكأنه هذه الروحانية تنبت من الأرض، ونتغذى مع نتغذاها مع الهواء، مع الطعام، مع المناخ. أينما تجولنا في المنطقة نحن نسير حيث صارت مريم العذراء وحيث صار المسيح على هذه الأرض. هالعلاقة هاي علاقة كتير مهمة وعلاقة روحانية قوية جدا. هلأ سألتيني كيف بلشت الرحلة؟ من تقريبا من منتصف التسعينات من القرن الماضي عم بقرأ بكتاب أوزابيوس القيصري، بلاقي جملة واضحة جدا بيذكر فيها أنه المسيح كان يزور بلدة كوكبة ضيعتي، وكان يزور أقرباء مريم العذراء ويقضي عندهم أسابيع لأنه كانت علاقته وطيدة جدا فيهم. هل الجملة الصغيرة اللي عم بقراها فتحت لي أفاق جديدة قدامي، وحسيت بهالارتباط وهالعلاقة أنه معقول المسيح ومريم العذراء كانوا يجوا يزوروا ضيعتي وأنا مني عارف؟ شغلة كتير مهمة بالنسبة لي. ومن وقتها بدأت الانطلاقة بالبحث عن مسيرة المسيح ومريم العذراء في الجنوب اللبناني. طبعا ما رحنا لأنه بسبب الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجليل الفلسطيني ما فينا نفوت لهونيك، فكانت كل أبحاثي على الجليل اللبناني يلي هو حاليا لبناني، ده حتى اتبع خطى المسيح ومريم العذراء وين مشوا بهالمنطقة واكتشف وين مشوا بالضبط، وناخد هالروحانية وهالقداسة يلي كلنا متشوقين لنوصلها. بركي منشوف استاذة فادية خريطة
بترجع للماضي، بتصورنا الماضي كيف كانت فلسطين سابقا، يمكن بلشت تظهر على الشاشة. هاي الخريطة أخذناها من كتاب الإنجيل لفشيته المترجم إلى العربية اللي ترجمه الخوري يوسف عون بال84، سنة 1984، ووضع الخريطة. ونحن بنشوف انه هالارتباط مثل ما قال الدكتور في ارتباط طبيعي، في ارتباط ترابي كمان. نعم. يمكن نحن بنحكي عن العلاقة الروحية، بنحكي عن العلاقة الإيمانية، لكن كمان في علاقة ترابية، علاقة بالأرض. مثل ما كنا عم نحكي مع أستاذ سليم قبل، ما بعرف انت كيف شفت هالعلاقة مع الجنوب مع مريم العذراء بالنسبة لك كشخص، كممثل وكشاعر. هلا اول شيء شكرا لاستضافتكم الكريمة، وخصوصا بهذا الموضوع اللي انا شخصيا كثير بيعني لي لعدة معطيات رح نحكي فيها. هلا تفضلتي وقلتي الارتباط الترابي، هذا فعلا انا بتطلع مرات انه مين اللي قرر انه هيدي ارض وهي ارض، مين اللي قرر انه هيدا بلد وهيدا بلد، مين اللي قرر انه تقسيم سياسي، هذا التقسيم فعلا سياسي حتى ما لهم علاقه كان بلحظه من اللحظات اهل البلاد، يعني ما كان لنا علاقه كاولاد هذه الارض، ما كان فرض علينا. على كل الاحوال يعني الخوض بهذا الموضوع بياخذنا على 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 محل سياسي. نحن عم نحكي لنرجع عن لموضوع مريم واللي هي يعني ذكرت الارض والتراب. في شيء بطبيعه المراه تنبدا من الاول، هيدي المراه الام، قداسه الارض اللي هي الارض انثى هي ام ايضا، هذه الحاله بتخلينا نحن ببلادنا تحديدا هالايد الخضراء المفتوحه للارض مستحيل انه ما تكون اعطت او طلع عندها شخصيه عظيمه مثل مريم، شخصيه ام هالقد، امراه هالقد ولكن مقدسه، والامراه مقدسه بالنهايه. فحتى نحن بالنسبه لنا لما بتحكي عن مريم العذراء، اول شيء في الموضوع اللي كان عم ينحكى فيه قبل شوي انه نحن نفتخر بجليليتنا كمان، يعني هذه شغله انه نحن راب يمكن نطلع قرايب معهم كمان. حضرتك من كفر حمام، من كفر بس حمام. لحتى نوضح. ايه طبعا من كفر حمام ضمن منطقه العرقوب. نعم. او الجليل. ف طبيعي لما بلشت اقرا تاريخها وحياتها لمريم واتعرف على هذه الشخصيه، انا عم بحكي من منطلق علماني طبعا، ما في شيء ابدا بيشدك بياخدك لهيدي السيده اللي بتشبه الارض تبعنا كثير، لدرجه انه اولى معجزات المسيح كانت بطلب منا. وهون نرجع لموضوع المرأة المقدسة، فسيدنا يسوع المسيح لما قام بأولى معجزاته قام بناء على طلب من مريم. وهيدي شغلة إلها رمزيتها الكتير الكتير قوية. فيمكن لأنه نحن من تراب، يمكن لأنه ترابنا غالي علينا، بتخيل من هون بلشت العلاقة هيدي، لأنه وطرة القدم كمان تركت علامة وتركت بصماتها طبعا بكل بيقولوا ذرة طبعا فينا. بس نحن كمان ما بدنا ننسى أنه مريم العذراء هي سيدة لبنان طبعا، سيدة طبعا لكل اللبنانيين طبعا. بدي أرجع معك دكتور لرحلة مريم العذراء إلى مصر، كانت فترة كتير قصيرة ورجعت إلى الجليل، ورجعوا انطلقوا بقلب الجليل على مناطق كتيرة داخل فلسطين ما تسمى اليوم أرض فلسطينية وداخل لبنان. صح. بتمنى عليك أنك تخبرنا
الرحلات اللي حضرتك اتبعتها ووثقتها في كتابك؟ إذا ما نحكي عن رحلات العذراء إلى مصر، رحلة العذراء إلى مصر كانت قصيرة مثل ما تفضلتي، وعندما علموا بموت هيرودوس عادت مريم العذراء ومر يوسف والمسيح إلى الجليل، إلى الناصرة. المسيح عاش بالناصرة مع مريم العذراء ومر يوسف، حسب الإنجيل المقدس بيقول أنه عاش بطاعة تامة للعذراء مريم ومر يوسف، وتجوله كان ضمن هالمنطقة وقت اللي كان مر يوسف نجار والمسيح يشتغل نجارة مع مر يوسف يساعده، كان يتجول بالمنطقة كعامل نجارة مع بيو وينتقل من بيت لبيت أو من ضيعة لضيعة ليقوموا بأعمال النجارة يلي تنطلب من مر يوسف. فيما بعد، بعد وفاة مر يوسف، بدأ المسيح هو يقوم بهالعمل لوحده وأكمل التجول إلى أن بدأت البشارة. هلأ عندما بدأت البشارة، بدأت البشارة على ضفاف بحيرة طبرية. المسيح قضى معظم حياته حول بحيرة طبرية في الجليل اللبناني، نزولا إلى صور، وصولا إلى صيدا، صعودا إلى جتزين، إلى البقاع الغربي، إلى رشايا الوادي، إلى جبل حرمون، وعودة إلى قيصرية فيليبوس، بحيرة طبرية، كفرنحوم، الناصرة إلى آخره. معظم حياة المسيح كانت بالجليل وفي الجليل اللبناني اللي هو حاليا ضمن الوطن اللبناني، خريطة الأرض اللبنانية. نحن كتاني حلقة رح نحكي أكثر عن الجليل اللبناني. اليوم بدنا ناخذ مع حضرتك نبذة عن حياته في الجليل الفلسطيني. بالجليل الفلسطيني المسيح معظم حياته كان من الناصرة إلى بحيرة طبرية، إلى كفرنحوم، بهالمنطقة هاي، إلى الرامة يلي هي من يوسف الرامي. في هذه المنطقة كان يتجول المسيح إذا ما نحكي عن الجليل الفلسطيني حاليا. ليش هونيك بالضبط؟ هو عندما بدأت بشارة المسيح ورسالة المسيح ترك الناصرة وجاء إلى كفرنحوم. السبب، كفرنحوم هي على بحر الجليل، بحيرة طبرية، هي مركز صيد مهم، بالتالي هي مدينة، وكانت بهذيك الأيام يعني الحياة إما على الزراعة تقوم وإما على صيد السمك. نعم. فكانت مدينة غنية كفرنحوم. جاء إلى كفرنحوم، قرر هونيك تبلش البشارة في بحيرة طبرية، بحر الجليل، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هيدي شغلة مهمة. فبدأت الحياة الدينية، البشارة، بشارة المسيح مع الماء، قرب الماء، مع هالصيادين. ليه؟ لأنه مار بطرس هو الصياد اللي رح يتصيد العالم فيما بعد، ينتقل من صيد السمك، وتلاميذ المسيح الأوائل كلهم صيادين، صيادين سمك. فبدأ في هذه البقعة من الأرض، لأنه هن من كفرنحوم ومن بتصيدة ومن كورازين الرسل ومن هذا الجليل الفلسطيني، فالمسيح كان معظم تجولاته ضمن هذه القرى. هلا الى الناصره كانت رحلات المسيح قليله، ما كان يروح كثير. وقول مشهور للمسيح، ما في نبي يكرم في بلده او في قريته في مدينته. عندما ذهب المسيح الى الناصره لم يستقبل الاستقبال الذي استقبل في كفرنحوم وفي كورازين وبيت صيدا وهذه القرى المجاورة. فمشاويره إلى بيت إلى برنون ناصرة كانت قليلة، تحركه ضمن القرى المحيطة ببحيرة طبرية. وأكيد كانت مريم العذراء ترافقه بهالرحلة، بوين ما كان يروح وين ما كان يجي، وهيك لحتى تطبق النشيد يلي قالته. يمكن معلش خلينا نعطي شوية روحانيات كمان. النشيد يلي قالته لما عرفت بدور الأمومة، قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. صح. الذي نظر إلى تواضع أمته، فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. لأن القديرة صنع بي عظائم. صح.
صح. اسمه قدوس ورحمته إلى جيل فجيل. هالنشيد هيدا منحس بمسيرة المسيح أنه هالنشيد عم بيمشي معهم من خطى من منطقة لمنطقة من مطرح لمطرح وبعده لليوم عم بيمشي معنا. وبعرف إذا كنت بتوافقني هالرأي أستاذ سليم، خاصة حضرتك علماني، يمكن نحن أول مرة منستضيف حدا علماني يحكينا عن مريم. نعم. هلا واضح واضح، يعني كنا عم نحكي قبل شوي انه أهمية السيدة مريم هي بالتأثير اللي عملته ولا زالت لحد اليوم على الناس، على أكبر عدد من الناس. يعني حتى هي مريم عند بعض المسلمين اسمها سيدة نساء العالمين. نعم. وطبعا عند كل المسيحيين، كل المسلمين، لانه وردت بالقران وفي سوره كامله اسمها سوره مريم. بالنسبه لك شو بالموضوع؟ شو التاثير الشخصي بالنسبه لي؟ انا بعتبرها فعلا، يعني نظرا للتاثير اللي شفته من خلالها ونظرا لسيرتها، هي فعلا يعني من اهم النساء اللي مروا بالتاريخ. هي الأهم بالأحرى، لأنه ما شفت بعد امرأة قدرت من خلال قراءاتي، وما بعرف إذا في شيء تاني، بس على قد ما بعرف ما شفت بعد لحد هلا امرأة كان لها هذا التأثير. كان الناس يعني ارتبطت فيها الناس بهيدي الدرجة أو وربنا اختارها لأنه عندها هالميزات. طبعا طبعا، يعني اذا بدنا نحكي، يعني عم بحكي كيف بتلاقي علاقتك بكوكبة من خلال مريم؟ كوكبة يعني انا تعرفت على بعض التفاصيل اللي لها علاقة بالسيدة مريم من خلال ما قرأت للدكتور نبيل. فطبعا انا تعلقت فيها كثير. انا اصلا يعني عندي نقطة ضعف تجاه كل بلادنا، بس تحديدا لمنطقتي، يمكن لانه اضطريت اعيش فتره ابعاد عن لفتره طويله بعمر كتير صغير، فتتعلقي طبعا، حرمتي من ضيعتك ومنطقتك. نعم. لفتره فبتتعلقي فيها، فزادت بسبب التهجير، بسبب الاحتلال طبعا. نعم. سبب الاحتلال، الاحتلال الاسرائيلي يعني قضى على كتير احلام عندنا بهديك البلاد. فالحمد لله رجعنا، الحمد لله رجعنا. وكان للدكتور فضل بتعريفنا على جانب آخر للمنطقة اللي هو المتعلق بكوكبة تحديدا، يمكن بقرى تانية، كل المنطقة يعني، اللي هي العلاقة بوجودها وبزياراتها المتكررة هي والسيد المسيح على المنطقة. فهذا طبعا انت ساعتها بتعيشي بفخر بهذا الموضوع. وفي موضوع هيك حابب انه امرق عليه، من فترة لعبت دور احد تلاميذ المسيح بفيلم اللي هو يعوب بن زبدة، واللي هو واحد من الثلاثة حسب ما نعرف اللي كانوا معه بالتجلي. والتجلي وين؟ جبل حرمون. جبل حرمون، منطقة بين رشي الوادي وشبعة تقريبا هذيك المنطقة. فالفكرة لما بنروح عم بدرس شخصية يعقوب، بروح على كاتدرائي بإسبانيا بسانتياغو دي كومبوستيلو أو دي كومبوستيلا، موجودة من أروع ما أمكن. نعم. يعني ما تشوفي بديش يبين وكأنه الكلام هو تعصب لمنطقة غير منطقة. مر يعقوب ابن زبدة لما راح لهنيك، هو بالنهاية كان أول شهيد من المسيحية. نعم. وكان ابن هذه البلاد، وراح اتخذت رفاته إلى إسبانيا وانعملت الكاتدرائية. يعني انعمل هيدا المحجة العالمية
لكل العالم، بس بدها تروح رفيته. بتروح لعنده على رفاته، بيروحوا مشي رفيت ابن منطقة من أوروبا. فإذا نحن عندنا منطقة أو مشكور دكتور، لأنه هو من أكثر الناس اللي عم يشتغلوا على هذا الموضوع، أنه مطرح ما كانت مريم ومطرح ما كان يسوع ومطرح ما كانوا كل الأشخاص المرتبطين بهالثنائي المقدس، لازم يكون في ندل العالم في شيء يدل العالم على هيدي المطارح. لازم العالم تحج لعنا لحتى تشوفهم يعني. فهيدا الشيء بحس بقلبنا انه معلش، انه هيدي الارض تستحق من كل اللي بيحبوا مريم انه يجوا يتعرفوا على مطرح ما مشيت ومطرح ما قعدت ومطرح ما حطت بركتها. فينا نعتبره هيدا الدعاء الأخير بالبرنامج بحلقتنا اليوم استاذة فاديا يمكن، وإذا بتحب تنهينا لأنه الوقت بيمرق بسرعة، بس هيدا الدعاء الأخير. ندعي على طول أنه مريم العذراء ويسوع المسيح يضلون ساكنين قلوبنا، ونعرف أنه مطرح ما هن تنفسوا فيه نفس إيمان، لازم نكون كلنا عم نتجه صوب الجليل حتى نرجع لوعينا، نرجع لضميرنا، نرجع لإنسانيتنا. وهيك بقلكن مريم رح تضلها تجمعنا، وإلى اللقاء بحلقة قادمة.